أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الأسد ليوم الخميس 3 أذار مارس 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا أسد، هتوقع انك تقدم الفترة دي تقدم مهم جدا جدا بالنسبة ليك، ولازم انك تتعامل مع التقدم ده بتفاؤل اكتر وثقة اكتر في كل امكانياتك الذاتية حتى والشخصية. فخليك مستعد للتقدم اللي هيحصل في حياتك ده، وتكون جاهز ليه علشان تعرف تتعامل معاه. مش هتتأثر بأي آراء ممكن يقولوها ليك الأشخاص اللي حواليك، ومش هتجعلها تحيدك عن كل معتقداتك، وبدل من ده هتستخدم الموضوع ده في إنك تواجه كتير من المشاكل علشان تلاقي اللي بيدعم حججك النهاردة والمؤيدة ليك واللي مواقفك بشكل كبير جدا جدا. هتكتشف النهاردة فرصة كبيرة أو فرصتين علشان تحسن الأمور بشكل أكتر من المعتاد، فخليك مستمتع بالوضع ده علشان تحسنه بشكل كويس. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، الأجواء العاطفية النهاردة هتكون متطلبة منك كتير جدا جدا من الاهتمام وكتير جدا من الطاقة، وهيتوجب عليك انك تفهمها تفاهم كبير وتبتعد عن كل العدائية اللي ممكن تحصل النهاردة مع شريكك ومع الأجواء اللي ممكن تكون محيطة بيكم انتوا الاتنين مع بعض. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، أمورك المالية هتكون بخير جدا جدا لمدة طويلة، فخليك مستريح يا أسد واستمتع بالراحة المالية اللي هتشعر بيها الفترة دي. لكن عليك انك تتخلى عن انك تبقى حريص ماليا اكتر من الفترة اللي فاتت علشان تقل الضغوط النفسية اللي انت بتمر بيها في انك تكون مقتصد، وتتأكد اكتر من سلامة وضعك المالي كل فترة والتانية. ده هيكون كفاية جدا من انك تكون مذعور من الاسراف. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، بحذرك انك ممكن تميل لعدائية اكتر من المعتاد وعنف اكتر، وهتضبط اعصابك بشكل اكتر وما تنفعلش امام اي شيء ممكن يكون بيوترك وبيتعبك وبيزعلك. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.